نحن ضباط شرطة عراقيين، لقد حلفنا على حماية وطننا. قد قطعنا وعودا أمام الله وليست أمام الشعب العراقي فقط. من خلال هذه الوعود لقد زودنا الله بالقوة لمواجهة الظروف الصعبة في عملنا. الآن لدينا أعداء كثر، وسوف نقلع ضروسهم واحدة تلو الأخرى لإزالة التهديد الظاهر ضد بلدنا. بعض الأعداء يختبئون في الوسط، وهذا أيضا أفهمه. على أي حال، دحر الأفاعي من المزرعة جهد ضروري ومطلوب في أغلب الأحيان، ومع الوقت وبدء الحصاد لن تتواجد الثعابين في المحاصيل.